حتى يعني انا بعمل فاشن شوز في البرامج عندي وبختار وبقول للديزاينر المودلز هيبقوا لابسين واسع مش ما هو لا يصف ولا يشف فلبسيهم لي فضفاض تقولي اوكي بس والناس دلوقتي بقت تتكلم بلغه الشيخ يا شريف ام خلاص بقى شيخ شيخ انا شيخ شريف انا شيخ نفسي بجد لان انا مع كامل احترامي انت كده شيخ الضيوف شيخ الضيوف بقى زي ما تقولي انا مع كامل احترامي لكل شيوخ الدنيا انا ما بسمعش الشيخ لاي شيخ خالص ما فيش انا بس ليه؟ عشان انا بقرا عشان اول كلمه نزلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام اقرا اقرا مهرجان القاهره لما الفنان حسين فهمي كان بيرقصه وعمل دريس كود ما انا عامل دريس كود برضو طلعت انتقدت لا ما انتقدتش واتضايقت ايوه لا بجد؟ اه والله طلعت إيه؟ انتقدت وقلت يعني ايه دريس كود وليه دريس كود لا 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 انا في ممثله مش فاكر اسمها كانت لابسه على حاجه عليها صور فنانات او فنانين انا كنت شايف الفستان حلو فاتضايقت ان هم منعوها من الدخول بس ده انا فاكر ده تعليقي وانا عملت طب انا هقول لك حاجه بس وقتها انت طالبت انه الفنانات يلبسوا زي ما هم عايزين أيوة وقتها أيوة بيقولوا ان الفنانات يلبسوا مقفول شويه ويبقى لبسهم لا لا محتشم لا لا. وفساتينهم محتشمه دفعت عن حريه الفنانات ما أنا في ملابسهم ما ايوه ما انا مع انا يعني بدافع على الفنانات او المحجبات لا يا شريف يا لهوي ايوه طبعا لانها اختارت خلتني نطقت بالبلد لان هي اختارت ان اللي بتختار تتحجب يعني هي بتختار انها هي بتختار تتنازل يا شريف عن هي جزء بتختار من جمالها تقربا الى الله في نساء بالحجاب اجمل من اي امراه بشعرها يا حبيبتي ما هي المفروض المحجبه ما تبقاش ملفته الحجاب بيزيدها جمال وبيخليها ملفته هي أكثر. هي المفروض ما تبقاش اللي بتتحجب المفروض بقى مش ملفته مش ملفت يعني ما ينفعش اروح فرح الاقي واحده لابسه بادي لون الجسم وعلي فستان دي فوق كتف احكامك دي احكام شريف انا بالنسبه لي ده لا عمري ما تخيلت ان شريف يبقى عنده احكام على مش في الاول خالص قلت سي السيد وطلعت او سي دي انا عرفت اهو السيد ده جاي منين طب قولي على مهرجان القاهرة دفعت عن إن دول فنانات والفنانات لازم يبقى عندهم حرية يلبسوا اللي هم عايزين أنا مع حرية إن كل الناس تلبس اللي هي عايزاه إلا المحجبات مش إلا المحجبات لا المحجبات تلبس اللي هي عايزاه بس ما لا يصف ولا يشف إيه المعضلة في اللي أنا بقوله يعني أنا عايزة طب افرض يا شريف محجبة لبست ما يصف وما يشف ونزلت مشي بيه في الشارع هي حرة احنا مالنا هي حر ما انا مالي انا مش هقول لها انت ازاي عاملة كده بس مش في برنامجي بس قول لي كده ايوه وبعدين انت برنامج اسمه كدا. شارع يعني تتحمل فيه كل اللي بيعدي انا هقول لك حاجه انا ساعات بيجي لي مثلا ابطال بنستضيفهم اللي هم البادي بيلدرز وكده فبيجيبوا الصور للبطولات بتاعتهم انا بعمل كروب للصوره ما بترضاش تحطه وهو لا طبعا انا شايف ان ده ما يصحش يعني برضو وساعات يعني هو دي اول مره نقولها ان في ساعات صور وبيزعلوا جدا يقول لك اصل على ضرات الرجل اقول له لا ماليش دعوه ما اقدرش اطلعك بالمنظر ده على الشاشه في برنامج بس دي مفهومه أسري. دي مفهومه لان انت برنامج موجه للاسره والطفل ولانه جمهورك سيدات مش هطلع لهم حاجه كده ما يصحش ان انا سيده قاعده قدام الشاشه بتفرج على برنامج معمول لي مخصوص ابص الاقي عضلات راجل طالعه لي وما يصحش برضو ان انا ابقى مطلع واحده انا زي ما انت قلت محجبة وضيقة بتشف وترف لا انا بحبش يعني بصي الحتة دي حساسة قوي قوي انا حساسة حساسة عندك قوي مستغرباها لاني عمري ما شفت فيك بغير عليهم لا انا بغير عليهم انا بهزرش والله سيريسلي انا بغير عليهم بس وبالذات انا اتوجعت قوي لما الواد اللي في فرنسا ده قال لي كده أنا كنت قاعد هطق تربيتك كانت فيها لا خالص لا 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 على فكرة أمي كمان قالت لي أنت ما كانتش المفروض تقول كده بس لا أنا مقتنع إن أنا بقول كده عشان أبقى أغري عليهم وعلى شكلهم ومش عايز حد يتريق عليهم اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش